أحيانا هناك علاقات تفشل لألف سبب وسبب، عندها لابد من الفراق والرحيل. وقتها حاول أن تترك ذكرى طيبة، حاول أن تترك وردة بدل أن تترك جرحا وذكرى سيئة. حاول أن تصون العشرة وتحترم قلبا كان يوما مسكنك وملجأك. حاول أن تكون محترما في النهايات كما كنت أو ظهرت في البدايات. والكلام للي بيفهموا وبيحسوا وبيحترموا.